جبنا من عندها وخلينا. هذه مشكلة اللجان الأولمبية، وأنا تحدثت بها عشرات المرات، ولحد قبل أسبوع حكيت ويا الكابتن رائد حمودي باجتماع رسمي. قلت له لماذا التراجع إلى الخلف وترك المساحة للآخرين في صياغة قوانين تتعارض مع الميثاق الأولمبي، وبعدين نجي نشيت عليهم إحنا. ليش ما نبادر إحنا في صياغة مشروع قانون وإحنا نقدمه سواء للمؤسسة الحكومية أو للبرلمانية؟ أكو تراجع باللجنة الأولمبية والاتحادات والأندية، أكو تراجع للخلف. بعدين سأل حيدر أكو شخصيات يعني داباوع بعيدة عن 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 مناقشة هذه الصياغات، يعني يعني لجنة تهمل شخصية مثل شخصية ناجي حمود، هذول ناس فاهمين القانون الدولي والقانون المحلي، مشاركين في صياغاته. هذول الأندية اللي عندها مديات للكتابة. اقتنعت بالحل دكتور حسين؟ يعني هو يعني كنت اريده باكثر براكتيكال، يعني هو هذه افكار عامه، احنا نريد بدقه اكثر يعني باعتقادي دقه اكثر. شكلوا لجنه موازيه محايده، خلي تسوي مناقشه لصياغه هذا القانون. الطريق بعد عقوبات وين هي مسوده استاذ جزار؟ هي مسوده للحبيبي المسوده يعني شبه قانون بيها ونعدل بيها بصوره صحيحه. مسوده شنو؟ هسه تكلمت كلام مشروع قانون انه انت ما مطلع على التعديلات اللي احنا عدلناها اصلا. حبيبي هذا مو مشكلتي، ما مطلع عليها حتى هسه قطعت الطريق. انت مو شخص مسؤول عن القانون. لا مو مسؤول، بس انت شوف التعديلات اللي صار. من يقول الكلام اللي قلته انت؟ كل الكلام اللي قلته انت هو تعدل. استاذ من يقول؟ من يقول اخذوا بيها؟ خليني هو مو نشروا القانون. اقول لك ساد مو نشروا القانون، خلينا نشرون تعديلات حتى نناقش ورش، حتى نناقش التعديلات. هسه يوم الاثنين عندنا ورش احنا. استاذ العزيز انت الان باللجنه حتى اتحدث وياك على كونك شخص من اللجنه. مو من اللجنه، مو انت تتكلم كلام الاشخاص اللي تم استدعائهم. العزيز الان الاشخاص اللي تم استدعائهم. انت تقول الان امامي انه قطعت الطريق انت امام هذا القانون. هذا قانون مهم جدا للقضاء على الفاسدين في الاتحادات والانديه والاولمبيه وغيرها. احنا بالنسبه لنا هذا القانون استاذ جزار، هذا القانون لازم يمرر. هذا القانون شلون يمرر؟ يمرر بتعديل. فانت فانت اليوم تتحدث؟ اي انا حدد طبعا دا اشوف، انا دا اشوف، انا دا اشوف بعين استاذ جزار. انت مو قطعت الطريق امام القانون، وهذا الشيء مستحيل تقطع الطريق امامه. حبيبي لازم يمشي القانون، لازم يمشي بعد التعديل، نعدله، نكمل الورش مالتنا، ومن ثم نشتغل بصوره صحيحه. انت شنو؟ انت اللجنه؟ من هو؟ انت اللجنه؟ انا مو لجنه، ما اقول لك. انت شخص تدعوك حتى تعطي رايك؟ ما اقول لك لجنه، انت تتكلم حقك تقول فاسدين في الاندية. طبعا لا، دا اقول خلي هم يحملون المسؤوليه. فاسدين احنا؟ لا لا، هم يحملون. لا قلت بعض، ما قلت انت، ما قلت انت، ما قلت انت. لا تدعوك بندوه، ما قلت لي هذا القانون لازم يمشي. لا ما قلت لك، ما يمشي غصبا عليك. قلت لك بعد، لا قلت لك حبيبي ما يمشي غصبا عليك، لك وللآخرين.